الله خلق الخلق والكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، هذا خلق الله وتلك قدرته فيه، فنحن من الله وإليه راجعون. الله المستعان. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله، أما بعد، هذا المعنى العجيب في يعني في الأذكار بشكل عام، لكن على وجه الخصوص في هذا الذكر العظيم الذي ورد في قوله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وغير ذلك من الأذكار الأخرى. لكن شعور الإنسان، كنا نتكلم في حلقة سابقة عن معنى الفأل وكيف علاقة الإنسان بالله عز وجل هي التي توقد الفأل في داخله. هذا المعنى أو هذا الذكر العظيم خصوصا في مثل هذا الظرف الذي نحن فيه، أنت بحاجة إليه في كل لحظة. جميل. أن تشعر بأنك لله عز وجل في كل أحوالك، وأن رجوعك إلى الله عز وجل يهون عليك كل شيء. فإن لله وإن إليه راجعون، التي أو يعني بشر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قالها إنسان في مصيبة إلا أعقبه الله خيرا منها. هذه بشارة ووعد. حتى أن أم سلمة لما قالت يعني فأنا قلتها فأعقبني الله عز وجل بخير من أبي سلمة، رغم تعلقها الكبير بأبي سلمة، كانت ترفض كل الأزواج بعده ولا تمن. فمن خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم، وما يعني ما كان يخطر على بالها أن الرسول عليه السلام يتقدم لخطبتها أو يكون زوجا أو يكون زوجا لها. ثم أصبحت من أمهات المؤمنين ببركة إنا لله وإنا إليه راجعون. واليقين بها، لأنها يعني عندما سمعت النبي عليه السلام قالها وقالتها من صميم القلب وجدت أثرها. نحن في حياتنا تمر بنا متقلبات كثيرة، والإنسان يواجه أعداء ويواجه أمراض ويواجه كوارث ويواجه هذه يعني الأشياء التي تؤلمه حقيقة وتحزنه، ويجد نفسه في كثير من الأحيان يغرق حقيقة في هموم وأحزان بطبيعته البشرية التي يضعف فيها. عندما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يجد أنه ينهض من داخله، يجد أن القضية تهون عليه مهما كانت المصيبة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.